أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك
Demikian tadi peserta dengan nomor tampil 105. Dan saat ini kami undang peserta dengan nomor tampil 106 membacakan surah An-Nahl ayat 10.